الأنشطة العلمية قمت بالمشاركة في ملتقيين وطنيين وملتقيين دوليين. بالنسبة للإنتاج العلمي تم نشر مقال بعنوان التكنولوجيا الحديثة ودورها في تحقيق جودة أداء المورد البشري، وتم نشر هذا المقال بمجلة المقدمة للدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة باتنا، وهي مجلة مصنفة. وعليه يتم إتمام الفصول النظرية للأطروحة بشكل نهائي بالتزامن مع الأخذ برأي الأستاذة لإثراء كل جانب من جوانب الأطروحة. في المقابل العمل على تحديد الجانب الميداني للدراسة الذي يتوافق طبيعة الموضوع، وكانت الجامعة هي الميدان بالتشاور مع الأستاذة، خاصة وأن نظرا لعدة اعتبارات، خاصة وأن الجامعة تعمل على مشروع الرقمنة في الجانب الإداري ولكافة العمليات الإدارية، وكذلك باعتبارها محيط يتقبل ويشجع البحث العلمي ولدى الموظفين الإداريين قابلين للتجاوب مع البحث.